يقول الرحالة الروسي كوزنتسوف: إذا أردت سؤال شخص زار آسيا الوسطى ماذا بقي لديك بعيدا عن التفاصيل، فسيقول في كلمة واحدة: التناقضات. والحقيقة أن التناقضات تسيطر على كل شيء في آسيا الوسطى. آسيا الوسطى هي قلب قارة آسيا، وكل شيء ينعكس على هذه الأرض بصورة خفية حيث لا طرف ولا زاوية. فسواء الإسكندر المقدوني وماركو بولو والرحالة ابن بطوطة والفاتحون العظام والزائرون وعابر السبيل، فجميعهم شعروا منذ الوهلة الأولى ببهجة كبيرة مختلطة بالغرابة الظاهرة والخفية لهذه الأرض التي تمثل محطة انتظار لكل شخص. في الوقت نفسه تعد آسيا الوسطى الجغرافيا المسماة بكلمة ستان، وهي بمعنى الوطن في الفارسية. حتى مطلع القرن العشرين كان يطلق تعبير تركستان على المنطقة، أما اليوم فتضم 5 أوطان، هي تركمانستان وأوزبكستان وطاجكستان وقرغيزستان وقازقستان. آسيا الوسطى عرفت في العالم القديم أيام الإغريق والرومانيين باسم ترانسوكسيا أو ما وراء نهر إكسوس. بعد فتح المسلمين للمنطقة أطلق عليها اسم ما وراء النهر. لكن الرحالة المغربية الشهير ابن بطوطة الذي زار المنطقة في القرن 14 استخدم تعبير تركستان على هذه الجغرافيا الواسعة، وليس هناك أي اسم آخر يعبر عن النسيج الاجتماعي والثقافي للمنطقة منذ إطلاق هذه التسمية. فريقنا مستمر في رحلته في هذه البلاد الواسعة. في هذا الجزء نزور دولة أوزبكستان التي تعد من أفضل المناطق تعبيراً عن التاريخ الثقافي والروحي الغني لآسيا الوسطى. أوزبكستان هي الدولة الوحيدة التي لها حدود مشتركة مع كل دول آسيا الوسطى، وتبلغ مساحتها حوالي 450,000 كيلومتر مربع، وتحيط بها البراري من كل طرف. حين رسمت حدودها في العهد السوفيتي لم يسمح لها بالاستفادة من ساحل بحر الخزر قزوين، الذي يعد أكبر حوض مائي في المنطقة. تحيط بأوزبكستان كل من قازقستان وقرغيزستان وطاجكستان وتركمانستان وأفغانستان. هذه الوضعية الجغرافية تكشف بوضوح عن الأهمية الجغرافية السياسية لأوزبكستان في آسيا الوسطى. أول محطة لفريقنا في أوزبكستان هي مدينة هيواخيوا التاريخية. كل ركن بمدينة هيواخيوا يعبر عن تراث تاريخي يمتد لقرون طويلة. لعب كل ركن فيها وكل تجمع سكاني دوراً بارزاً في العصور القديمة. أما أهالي المنطقة فيطلقون اسم جيحون على الطرف الأدنى لنهر أمادوريا. هذه الوضعية أعطت المدينة أهمية استراتيجية. لقد كانت منطقة هيواخيوا مكاناً هاماً في عصور ما قبل الميلاد، أما الأهمية الحقيقية للتاريخ السياسي لآسيا الوسطى فقد بدأت اعتباراً من القرن 14 الميلادي، حيث سيطر الخوارزميون على تلك المنطقة في ذلك القرن وحولوا هيواخيوا إلى مركز هام. في القرن 18 أعلنت هيواخيوا عاصمة لسلطنة خيوا التي كانت آخر إمبراطوريات آسيا الوسطى.
هذه الآثار التي ندور حولها اليوم يعود معظمها إلى عهد سلطنة خيوة. ولا شك في أن الإمارات قد حافظت على عادة البناء وإعادة تعمير ما بنته الإمبراطوريات القديمة في المنطقة، مما لا شك فيه أن هيوا خيوا تعيش اليوم تناقضاً مثيراً بين القديم والحديث، لذا سيكون ممكناً رؤية هذا التناقض في كل ميادين الحياة. لقد بنيت مدينة هيوا خيوا القديمة محاطة بالأسوار من كل طرف، ويطلق الأوزبك تعبير إتشان قلعة على المدينة القديمة، ومعنى إتشان قلعة هو الأسوار الداخلية. هذا الاسم القديم يرجع لإحاطة الأسوار بالمدينة وللقسم المتبقي من الأسوار حتى اليوم. يبلغ طول أسوار إتشان قلعة 2200 متر، أما ارتفاعها فيتراوح بين 6 أمتار و7 أمتار. إن منطقة إتشان قلعة هي واحدة من أهم المناطق التاريخية في أوزبكستان، ومن ثم فهي تأخذ مكانها في سجل تراث اليونسكو العالمي. هذه الأسوار ومحيطها ما زالتا تتضمنان ما يزيد على 60 أثراً ما بين سرايات وجوامع ومقابر. لقد أظهرت مدينة هيوا خيوا تقدماً ثقافياً في عهد السلطنة، ويبدو هذا جلياً في الآثار التاريخية الموجودة في أركان المدينة، مما جعل المنطقة واحدة من المراكز الثقافية الهامة. في العهد السوفيتي تم تخريب التراث التاريخي للمنطقة، حيث هدم الكثير من الآثار التاريخية. ومع هذا تمكنت مدينة خيوا من الحفاظ على نفسها وعبقها التاريخي بين مدن آسيا الوسطى. إن الرحلة التي تدور حول خيوا القديمة المسماة اليوم بإتشان قلعة تستعرض بجلاء كيف نشأت المدن القديمة في آسيا الوسطى. أوزبكستان واحدة من الأماكن المتطورة في فن الحفر على الخشب في آسيا الوسطى. لذا يمكن رؤية أسطوات هذا الفن في كل مكان. فريقنا التقى أثناء تجواله في الأزقة القديمة لخيوة بأحد الفنانين. فن الحفر على الخشب يحتاج إلى دقة وصبر طويلين، لهذا السبب يحتاج الفنان إلى التركيز الشديد. تعلم هذا الفن وإتقانه يحتاجان إلى البدء في سن صغيرة. الصبية يعملون إلى جوار الأسطى أرغاتش لاكتساب وتعلم الصنعة بكل صبر ودقة. الملاحظ هنا أنهم قطعوا مسافة طويلة في التعلم. ومن خلال الأعمال الموجودة على الأعمدة الخشبية لجامع الجمعة في إتشان قلعة تتضح صورة الفن. لقد أنشئ مسجد جمعة الذي لا نظير له في آسيا الوسطى على أعمدة خشبية. ها نحن أمام 212 عموداً. لقد وضعت الأعمدة على قواعد خرسانية. كل عمود يتميز بعمل فني خاص، وكل عمل فني هنا يعبر عن جمال هذا الفن. تعد المنارات التذكارية واحدة من المعالم المميزة لمدينة هيوا خيوا.
مئذنة مسجد جمعة تمثل عملاً مركزياً بين المآذن الموجودة. المئذنة الضخمة تعبر عن شكل الطراز المعماري القديم للجوامع في منطقة آسيا الوسطى. من بين هذه المآذن مئذنة قالطة ذات رونق خاص. معنى كلمة قالطة في الأوزبكية القصيرة. في الحقيقة هذه المئذنة هي من أكبر مآذن المنطقة، غير أن وفاة الأمير محمد أمين خان في حرب وقعت آنذاك قد أوقفت إكمال بناء المئذنة، ومن هنا جاءت تسميتها بالقصيرة. هذه المئذنة تلونت من أسفلها لأعلاها بالقيشاني الأزرق انعكاساً للألوان التقليدية لشعوب آسيا الوسطى. فن الحفر على الأخشاب المنتشر في آسيا الوسطى أثر تباعاً على أعمال القيشاني والسيراميك، فظهر فن التزيين بالقيشاني في شكل رائع مستفيداً من تجربة فن الحفر الخشبي. لذا يمكن رؤية فن القيشاني والسيراميك في كل مكان، من قاشغر آسيا الوسطى بتراثها التاريخي الممتد حتى مدينة إسطنبول. مئذنة قالطة وزيناتها الزرقاء من أبرز نماذج هذا الفن. شكل الزينة المعمارية هنا لا مثيل له في أي مكان آخر. هذا التمثال المقام في خيوة هو لعالم الرياضيات الشهير الخوارزمي، اسمه الكامل أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي. ولد عام 770 ميلادياً، وهو أكبر عالم في تاريخ الرياضيات بتأسيسه علمي الجبر واللوغاريتم. الخوارزمي لم يكن عالم رياضيات فقط، بل كان مهتماً بالفلك والجغرافيا. إنه واحد من العلماء المسلمين الذين أثروا بقوة في العالم الغربي، وقد ترجمت كتبه إلى اللاتينية وقرأت طويلاً في المدارس الغربية. الكتاب المسمى الأرقام الهندية هو من أهم مؤلفات الخوارزمي. في هذا الكتاب يشرح الخوارزمي الأرقام العشرية والحساب. وقد ساهم هذا النظام العددي الذي ابتكره الخوارزمي على ترك النظام الرياضي القاصر عن التعامل مع الصفر، والذي كان مستخدماً في الغرب في وقت الدولة الرومانية. أما كلمة لوغاريتم الموجودة في الغرب فهي مشتقة من اسم الخوارزمي. أوزبكستان كانت مهداً للكثير من الحضارات عبر التاريخ، ويمكن التأكيد على تاريخ لها يمتد لستة قرون قبل الميلاد. هذه الأرض الممتدة بتاريخها إلى 2500 سنة تحتضن بين جنباتها ثقافات الحضر، كما هو الحال مع فرغانة وسمرقند. كانت سهولها الخضراء مكاناً لإقامة الغزاة العابرين في المنطقة. هذه الأرض المبهرة كانت مسرحاً ضخماً لألعاب جديدة تسلى بها الملوك والسلاطين طويلاً. لهذا السبب كانت عيون حكام أوراسيا على أراضيها لعصور ما قبل الميلاد، ومن ثم شهدت أرض أوزبكستان الكثير من الفاتحين والغزاة. إن أول إمبراطورية كبيرة عرفتها آسيا الوسطى كانت إمبراطورية الهون المتضمنة لحدود أوزبكستان. بعدها جاءت إمبراطوريات جوك ترك والقرخانيين والمغول والتتار التي لعبت دوراً واضحاً في التاريخ الإنساني. الحقيقة أن الشعوب التركية هي التي أعطت الصبغة الأصلية للمنطقة، إضافة إلى الإسلام الذي انتشر فيها في القرن السابع. لقد عرفت المنطقة الإسلام في القرن السابع بعد سيطرة الجيوش الإسلامية على ما وراء النهر، ومنذ ذلك التاريخ شاركت أوزبكستان بنصيب وافر في الحضارات الإسلامية.
عالما الحديث النبوي الكبيران الإمام البخاري والإمام الترمذي هما من أهالي أوزبكستان. هذان العالمان المشتق اسماهما من مدينتي بخارى وترمذ يعتبر كتاباهما حتى اليوم من أصح كتب الحديث. وبالمثل كانت هذه الأرض مهداً لتيارات التصوف المختلفة، ومن بين أولئك بهاء الدين النقشبندي الذي استمرت مدرسته الصوفية الممتدة من الهند إلى البلقان حتى اليوم. حينما كان الغرب يغرق في ظلامه في العصور الوسطى، كانت حضارة آسيا الوسطى تعيش أزهى أيامها. إنها الأرض التي أنجبت الكثير من العلماء الذين أسسوا علوماً عالمية. لقد كانت أوزبكستان المركز الثقافي الثاني للعالم الإسلامي بعد مكة المكرمة. كان هناك 360 جامعاً و113 مدرسة في بخارى وحدها، وفيها كان يتعلم الكثير من المسلمين القادمين من أنحاء العالم المختلفة. استمرت تلك الخاصية في أوزبكستان في العصر السوفيتي أيضاً، فخلال 70 سنة من النظام الشيوعي كانت مدارس طشقند المركز الوحيد لتخريج علماء الدين. طشقند العاصمة الأوزبكية هي محطة فريقنا التالية بعد خيوة. حين دخلنا المدينة كانت مظاهر ذكرى الاستقلال 18 لأوزبكستان في كل مكان. بعد فشل المحاولة الانقلابية ضد غورباتشوف التي قام بها الشيوعيون المحافظون في عام 1991، كانت أوزبكستان أولى الجمهوريات التي اتخذت قرار الاستقلال. في 31 من أغسطس عام 1991 أعلن برلمان أوزبكستان الاستقلال عن السوفييت. هذا القرار دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، وفي 1 سبتمبر من كل عام تقام احتفالات كبيرة بيوم الاستقلال. تمثال تيمور لانك الموجود في أكبر حديقة للمدينة يعد واحداً من أبرز معالم طشقند. الأمير تيمور الشهير باسم تيمور لانك من بين الشخصيات اللامعة في البنية التاريخية والثقافية لأوزبكستان اليوم. الأمير تيمور ولد في سمرقند عام 1336 ميلادياً، وتوفي فيها أيضاً عام 1405 ميلادياً. كان آخر الفاتحين المهاجرين الكبار. في عهده كانت الإمبراطورية تمتد من دلهي إلى موسكو ومن قاشغر لهارات، وقد جاءت وفاته خلال استعداده للتوجه إلى الصين لغزوها. ضريحه موجود في سمرقند في مكان أقيم باسمه، ويعرف الضريح باسم الأمير جور، ومعنى الأمير جور في الأوزبكية مقبرة الأمير. إمبراطورية تيمور لانك لم تستمر طويلاً بعد وفاته، فزوال تلك الإمبراطوريات كان بمثابة القدر الذي لم يترك أياً من إمبراطوريات آسيا الوسطى الشهيرة. في عهده تزين كل طرف من الإمبراطورية بالأعمال اللامعة التي أبدعها المعماريون والمهندسون الذين جلبهم من إيران والهند والبلاد العربية وتركيا وأفغانستان. لقد بنوا الجوامع والمدارس وبيوت الخير في كل أركان الدولة. الأسلوب المعماري الذي ظهر في عهده كان له أثره على العالم الإسلامي بأكمله. من الضروري أن نذكر اسمين من خلفاء تيمور لانك،
المرصد الواقع على الطريق المؤدي لسمرقند اليوم والذي بناه أولوغ باي حفيد تيمور لانك لا يزال محلاً للزيارة حتى اليوم. هذا المرصد كان واحداً من مراكز علم الفلك المتطورة في ذلك الزمن. كان يرصد ويحسب بدقة حركة الأجسام السماوية بمستوى مقارب لأداء الاختراعات الحديثة في هذا المجال. لقد رصد هذا المرصد علمياً أوضاع ما يقرب من 1000 نجم، وبدقة فائقة وضع حساباً صحيحاً للدورة الزمنية السنوية للنجوم. أول خريطة وضعها أولوغ باي للفضاء مهدت الطريق لأعمال علماء الفضاء في كل من أوروبا والصين، والتي ظهرت بعد 4 قرون. اكتشافاته كانت من العوامل المؤثرة في عصر النهضة الأوروبية. كان أولوغ باي شاعراً بارزاً في عصره، إلى جانب تميزه في شؤون الحكم ومعرفته العلمية. بابور شاه كان آخر الوارثين لحكم تيمور لانك في آسيا الوسطى. جلس بابور شاه على سدة الحكم وهو في 12 من عمره، لكنه ترك أوزبكستان واتجه لأفغانستان والهند بعد هزيمته على أيدي الشيبانيين. هناك أقام إمبراطورية بابور التي حكمت الهند حتى نهاية القرن 19. إذا أردنا تعريف أوزبكستان بالألوان، سيكون اللون الأزرق التركواز هو أول لون يخطر في البال. فالآثار التي تظهر أمام الزائرين للمنطقة تشد الانتباه بقبابها الزرقاء وأبوابها الحجرية والمآذن الملونة. بناة هذه الأعمال ختموا كل مكان بأوزبكستان بألوان تعبر عن أهل المنطقة الأصليين وأصحابها. مدينة سمرقند عاصمة الإمبراطورية التيمورلنكية تأخذ شهرتها من هذه الآثار الرائعة. راجستان التي تقع في مركز المدينة واحدة من أشهر معالم أوزبكستان، إنها تعني بلد الرمال وتتكون من أعمال 3. إنها تتضمن المدارس ذات التعليم العالي في ذلك العصر، مدرسة أولوغ باي أنشئت في السنوات ما بين 1417 و1420 ميلادياً من قبل أولوغ باي، وكان يدرس فيها الرياضيات والفلك بنفسه حتى وفاته. أما مدرسة شيردور المقابلة لمدرسة أولوغ باي فبنيت في القرن 17 الميلادي. كلية شاهي زندة هي الأثر التاريخي الآخر الهام في سمرقند. هذه الكلية تتضمن عمائر دينية متنوعة إلى جانب العديد من الأضرحة. المباني الموجودة هنا أنشئت في الفترة ما بين القرنين 9 و14 الميلاديين. شاهي زندة تعني الأمير الحي. آسيا الوسطى عبارة عن صورة مزركشة بالألوان لطالما حيرت الإنسان من خلال طبيعتها وثقافتها وآثارها المعمارية، وكذلك بمن يعيش فيها. رحلتنا في هذه الأرض المثيرة مستمرة نحو بخارى المدينة الأخرى الشهيرة في أوزبكستان.